أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إجهر. طبعا حلقتنا اليوم هي مع الرائع ديفيد، وحوار مفتوح معه، أسئلة يعني بصراحة يعني طرحناها، وحابين مثل ما بقول أصدقائنا طرحوا أسئلة، وحابين ناخذ الإجابات من أخونا ديفيد. طبعا أمير مثقفينا، أهلا وسهلا فيك ديفيد. حبيبي تسلم لي جون، يسعد مساك. أهلا وسهلا ديفيد، وأنا كثير فخور فيك ديفيد. وبصراحة جتني رسالة من أخونا أحمد حرقان، عم بقول وحياة الآلهة مش عارفين نودي جماهيركم فين. يعني على كل حال ديفيد، بصراحة يعني أنا طلبت منك الحلقة هاي وأنت ما تأخرت، يعني في مثل ما بقولوا تلبية الطلب، وأشكرك جزيل الشكر على تلبية الطلب. طبعا أرحب بكل أصدقائنا المتواجدين على اليوتيوب، كل أصدقاء كتار. بصراحة أنا ما راح أروح بالأسامي واحدا تلو الآخر. على كل حال أرحب بكل الأصدقاء. كنت أتمنى طبعا مستر بلاك راح يتأخر علينا اليوم، وأظن أبو الحكم كمان في عنده مشكلة بالإنترنت، فالأخ أظن عمرو موجود، أخونا عمرو حبيبي. عمرو إذا بتقدر تبعث لي الأسئلة على السكايب أكون لك من الشاكرين، وإذا أي صديق حابب يبعث أسئلة على السكايب كمان أهلا وسهلا. هو السكايب جان دوت برو 2 موجود تحت الفيديو بالدسكريبشن، فأي أسئلة تطرح، واتمنى منكم اصدقائي طرح الاسئله، ومع انه عندنا اسئله كثير. واخونا ديفيد نبهني انه الحلقه بدها ساعه ليس اكثر، ف يعني اتمنى نقدر نغطي، وانا اشك انه نغطي كل الاسئله في ساعه واحده. ديفيد بصراحه يعني حكمك قاسي علينا ساعه وفقط، يعني يا سيدي الجايات أكثر من الرايحات مثل ما بيقولوا باللهجة الشامية. يعني ما بينفع معها المفاوضات اليوم. لا بس لأنه فعلا يعني فعلا لو ما لي وعدك بالحلقة يعني كثير أعطيتها استثنائيا، يعني كثير كنت مركز بشيء عم بشتغل عليه ووقفت شغلي بس هيك لأعمل الحلقة، بعمل بريك ساعة وبرجع. طيب ولا يهمك ديفيد، واشكرك جزيل الشكر على الوقت الرائع اللي اعطيتنا اياه. على كل حال خلينا نبدا وما نضيع وقتنا بصراحه. من اين نبدا؟ يلا بس اوصل للاسئله، لانه شوي اسف كثير انا يعني شوي. طيب السؤال الاول من الاخ فراس، عم يقول كنت عم فكر اليوم اذا ممكن نخلي ديفيد يقدم لنا شي حلقة على كيف هو موضوع نحن لازم نعرف، برأيه انه مهم انه نعرفه شو هو الموضوع اللي نحن ما بنعرفه، برأيه هو انه غائب عن كثير ناس ومهم انه نعرفه. أنا برأيي هذا الشيء اللي هو أنا اشتغلت عليه بشكل لو إنه جزئي، يعني ما أحسن تغطيه على قناتي بالسلسلة الأولانية اللي عملتها On Being Intellectual، اللي هو الموضوع اللي أولاً إنه كيف بدنا نقدر. والحقيقة كويس هذا السؤال هلأ إنه سألته، موضوع إنه كيف لحنا بدنا نقدر قيمة الأفكار، كيف لحنا بدنا نعرف إنه هل أنا وقت بكون عم فكر بفكرة معينة هل هي الفكرة صائبة أم خاطئة، شو مدى الرينج تبع صحة الأفكار أو مدى خطأها، كيف أنا بصدر حكم على قرار معين إنه هو قرار صح ولا لا، مخي كيف بينظر ليتعاطى مع الأمور المختلفة لحتى أنا أحكم عليها. هذا الشيء اللي كلياتنا بنعمله كبشر بشكل طبيعي، وحتى أدمغتنا بتشتغل، أدمغتنا 90% بالمناسبة من الأمور اللي بنقوم فيها تقوم بها أدمغتنا لا إراديا، لحنا بس 10% من النشاط اللي بتقوم فيه أدمغتنا بنقوم فيه بشكل واعي عمليا. الوعي عنا بس موجود بالقشرة الدماغية اللي سماكتها 1 مليمتر مغلفة للدماغ، بس باقي الدماغ كلياته
يعمل بشكل لا واعي تماما، حتى يعني مثل ما كل علماء الأعصاب تقريبا أجمعوا اليوم على أنه هذا الموضوع اللي أنت بدك يعني أعمل عنه حلقة، موضوع حرية الإرادة. بعلم الأعصاب صار معروف اليوم أنه أي قرار حتى اللي احنا بنتخذه بيكون اللاوعي تبعنا اتخذه بالبداية، واللحظة اللي أنا وأنت منقرر فيها أنه بدنا نعمل هذا الشيء هي عمليا اللحظة فقط اللي الجزء الواعي من دماغنا عرف بالقرار اللي اتخذه اللاوعي تبعنا. أمور من هذا النوع جان أنا برأيي لازم كلياتنا نوقف وقفة صدق مع أنفسنا، ثواني أنا لازم أوقف الأبديت عندي عم يشتغل أبديت شت، هلأ ببطئ لنا الإنترنت. ولا يهمك، anyway خذ راحتك ديفيد، ولا يهمك. تعيس عن هالفتفة، الفكرة اللي بدي أقولها إنه كلياتنا المشكلة جان، بقول لك حتى الناس اللي صاروا ملحدين مثلا أو لا دينيين وبيقول لك أخي أنا استخدمت عقلي واستخدم عقلك وفكر بعقلك وكذا، بالنسبة لديفيد كلمة فكر بعقلك أو فكرت بعقلي يعني هي كلمة تعني أنا بسمعها بأنه دماغي قرر الموضوع الفلاني بناء على جميع الخبرات التي مررت بها في حياتي وجميع المعلومات التي دخلت إلى دماغي في السابق. هذا اللي أنا بفهمه من كلمة فكرت بعقلي. أنت وأنا ما له أي أكثر من هي القيمة عمليا. يعني مثل أحد الأصدقاء مثلا بالحلقة اللي عملناها ديك اليوم واترفعتها على قناتي كتب لي إنه ديفيد أنا فكرت بموضوع الطاووس اللي عنده الذيل الكبير والأسد الفرو تبعه إلى آخره، وأنا لقيت إنه هي الأمور ما دخلها بالجمال ولا دخلها بأي منظور جمالي أو انتقاء جنسي مثل الكلام اللي أنت عم تحكي. الطبيعة لا تفهم بالجمال، لكن هذا الموضوع دخله بأنه هدول الكائنات وقت عندهم هذا الشيء فهن صار أحجامهم أكبر وبالتالي صاروا يخوفوا الأعداء. أنا ما جاوبت على التعليقات لأنه ما عندي وقت، مركز كتير ببعض الأمور اللي عم بشتغل عليها، بس شفت النوتيفيكيشن وقت إجاني بالتعليق. هلأ أنا كديفيد شو قيمة هذا الرأي اللي صديقنا هذا طرحه بالنسبة لإلي؟ المجمع العلمي عموما شو رح يقيم رأي صديقنا هذا اللي هو قاعد بتخته عم يدخن سيجارته عم يشرب بيرايته وتفرج على الفيديو تبعي صفن بالقصة شوي طلع معه هذا تحليل؟ هل أنا أو أي حدا بالمجمع العلمي لازم يقيم هذا التحليل يعطيه أي وزن من الدقة أو الأهمية؟ فيعني أنا برأيي هذا الموضوع اللي نحن لازم ننتبه له كتير. أنا بقول كلمة، الشخص اللي بيقرر أنه هو يتجاهل كل المعارف الإنسانية السابقة ويطلع بأفكار عم يستنبطها من مخه، فأنا أرى من العدل تماما أنه يعامل المجتمع بالكامل بتجاهل أفكاره هي اللي استنبطها تماما مثل ما هو قرر يتجاهل الآخرين. وبنفس الوقت الشخص اللي قاعد بس بده يحفظ ويردد كلام عم يحفظ وبصم مثل ما بتشوف مثلا نماذج مثل زاكر نايك ودول الأشخاص اللي هو حافظ بصم بصم فظيع، لكن عمليا هو ما عم يقدم لي اي معلومه قيمه لانه الكلام اللي هو عم يحكيه انا فيني اعمل سيرش على بالكمبيوتر تبعي وطالعه. فهدول النمطين من الاشخاص اللي احنا لازم نتجنب انه نكون منه، نحاول نكون مزيج ونتاكد كثير من وزن المعلومه اللي بدنا نقولها او الفكره اللي بدها تطلع براسنا قبل ما نحكيها. تفضل. أشكرك ديفيد، جزيل الشكر. طيب، في الأخ تشي هاوكينج عم بيقول: هل كان جبل عرفات مكان يمارس فيه الجنس الجماعي قبل الإسلام؟ ما عندي فكرة. طيب، خلينا نروح على سؤال آخر. عم بيقول أسامة، أظن عصام، عم بيقول: سلام لك وللحبيب ديفيد، أتمنى لو يتكلم ديفيد عن البدايات الأولى لأشباه البشر وتطورهم عبر التاريخ وصولا إلى الإنسان الحديث. أعرف موضوع طويل، ممكن هو مو كتير ناس يعجبها أو تهتم فيه. هلا هو موضوع كتير طويل مثل ما قال يعني وبده حلقة كاملة، لكن اختصارا اللي فيني اقوله انه
من وقت اللي بلشنا نحن نفترق عن أبناء عمومتنا اللي هن أسلاف الشمبانزي وليسوا الشمبانزي الحاليين، يعني البشر أخذوا خط تطوري لوصلنا للهومو سابيان سابيان اللي هو نحن، والشمبانزي هلا هن حصيلة كمان مسار تطوري آخر، هدول المسارين بيلتقوا بنقطة واحدة هي هون، هذا الجنب منه البشر وهذا الشمبانزي، يعني الشمبانزي ما كان موجود هون عند أسلاف البشر نفسهم، وإنما كان في سلف مشترك، كان في مسارين تطوريين كانوا مختلفين بالكامل، تماما مثل ما الطاووس مثلا أو النسر أو الأسد أو الشيتا اللي بيمشي بسرعة 120 كيلومتر بالساعة، طبعا مو لوقت طويل، كل واحد فيهم تعرض إلى ضغوط بيئية معينة أدت إلى أنه التطور او الانتقاء الطبيعي حافظ على ميزات معينة بهذا المسار التطوري، فمثلا النسور او الصقور في عندها قدرة بصرية تقارب 8 اضعاف قدرة البشر على الرؤية، يعني اذا كان انا وانت عنا عيون الصقر بامكاني يكون واقف على سطح بناء من 10 طوابق وشوف نملة عم تمشي على الارض، هذا هي قدرة بصرية كتير رهيبة، الصقر بتهمه كتير. نفس الشيء البشر مسارهم التطوري أدى لأنه يكون التطور مركز على أدمغتهم بالدرجة الأولى ويهمل كتير من الأمور الثانية الحقيقة اللي احنا أضعف فيها من باقي الكائنات. فالبشر تفرعوا عبر الكرة الأرضية كلها، وفي خريطة موجودة على جوجل عليها، ويشوف كيف البشر بلشوا يتفرعوا من افريقيا باتجاه اسيا واوروبا وصولا للامريكيتين عن طريق خط الاسكا، يعني عن طريق روسيا الاسكا كندا راحوا على الامريكيتين بهداك الوقت، فانجمعوا البشر، يعني هاي الخطة الطويلة المسيرة الطويلة من التاريخ أدت لأنه يصير في مجموعات بشرية مختلفة جدا، فصار في عندي أصناف هومو مختلفة جدا حول العالم، بجنوب أفريقيا، بآسيا، إنسان جاوا، إنسان الصين، النياندرتال لاحقا اتطور بأوروبا وغرب آسيا، فعندي صار مجموعات من الهومو متفرقة بالعالم كله، وحدة من هي المجموعات كانت تطورت أدمغتها أفضل من غيرها عبر هذا المسار الطويل، وهي اللي لحنا بالنتيجة من أسلافهم اللي اسمه الهومو سابيان سابيان اللي هو لحنا آخر حدا مشترك عن معنا من أسلافنا، كان الهومو نياندرتال آخر واحد من إخوتنا البشر انقرض تقريبا بالفترة ما بين 20 ألف ل 30 ألف قبل الميلاد، يشك جدا بأنه لحنا تزاوجنا معهم للنياندرتال، وما يعني حتى في دراسات لنشوفوا انه الدي ان اي عند الاوروبيين هل في جزء من النياندرتال ولا لا، ولقوا فعلا انه في نسبة بسيطة جدا من الدي ان اي عند الاعراق الاوروبية تتشارك مع الدي ان اي عند النياندرتال. الاكتشاف الاخير اللي صار من شهر تقريبا بالمغرب على ما اذكر، وقت شافوا انه في بقايا لهومو سابيان سابيان اللي هو لحنا تقدر عمرها ب 300 ألف سنة، لقبل هالشهر الماضي كنا لحنا أقدم أحفورة لأسلافنا المباشرين كان عمرها تقريبا 200 ألف سنة، هلأ ارتفع الرينج ل 300 ألف سنة، ما له رقم كتير طويل بصراحة بالمسار التطوري لتاريخنا اللي يقدر ببضعة ملايين من السنين، وبعضهم بجادل ليكون 10 ملايين من السنين انفصالنا عن الشمبانزي. دماغنا لحنا كهومو سابيان سابيان تميز عن أدمغة الآخرين بما فيهم أخونا النياندرتال اللي توفى حديثا بالتاريخ عمليا قبل 30 أو 20 ألف سنة، هذا رقم ولا شيء بالتاريخ، مع أنه كان بيملك دماغ أكبر من دماغنا كسنتيمتر مكعب كسعة لترية، لكن لحنا كنا نمتاز عنه بقدرتنا على التكافل والعمل الجماعي أكثر من قدرته هو، فمنشان هيك يرجح أنه لحنا حسنا نستعبدهم لفترة من الزمن وبعدين أدينا لانقراضهم. باختصار طيب، هيك بيبقى أنا سؤال من عندي، حجم الدماغ إذا كبر أكثر من هيك ما بيصير عائق أمام خلينا نقول التيارات اللي تتحرك داخل الدماغ، تصير أبطأ في حالة إنه الدماغ أكبر من هذا الحجم، يصير أبطأ، فنتيجة لهالشيء هذا الجسد يصير أبطأ في التجاوب مع المتغيرات الخارجية مثلا. هلا هذا السبب جان اللي بيخلينا لحنا انه معظم مثل ما قلت لك قبل شوي 90% من
الشغل اللي بيشتغله دماغنا بيشتغله بقسمه اللاواعي، لأنه قسم الواعي هو بطيء، وهذا اللي وضحه ألان سنايدر مدير قسم العقل في جامعة سيدني بأستراليا، وقال لك إنه السبب اللي بيخلين قسمنا الواعي كتير قليل من الدماغ إنه نحن بحاجة لسرعة أعلى باتخاذ القرارات بحياتنا كلياتها، وهي السرعة الأعلى ما بإمكانه قسمنا الواعي يعطي نفس هي السرعة مثل القسم اللاواعي. فعمليا وقت بيتطور الدماغ هو بيكون من هيك، تخيل قسم صغير ومثل عم ركب عليه قشور أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، القشرة الواعية هي المغطي الفوقاني كلياته. هلا صح قد يكون أبطأ بقراراته الواعية، أو قد لا تكون قراراته الواعية كتير فعالة، لكن شغله كقسم لاواعي رح يكون فعال، وعلى ما يبدو هذا هو السبب اللي تأثر فيه النياندرتال بصراحة. صح دماغه كان أكبر حجما من دماغنا، لكن ما كان حسنان يستفيد منه بنفس الطريقة اللي رح نستفدنا من دماغنا فيه. طب اشكرك ديفيد. على كل حال نروح على سؤال اخر من الاخ لوركا او الاخت لوركا، محمد عمرول او عم تقول، اسف اذا ما عرفت الجنس، عم يقول كيف متى اشتعلت الشمس وكيف اشتعلت وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. اوكي، قبل تقريبا 4.6 مليار سنة من هلا، بعد ما حصل آخر انفجار سوبر نوفا للنجم اللي كان موجود بالمكان اللي هلا فيه مجموعة الشمسية، بعد ما طايرت الشظايا كلياتها تبع هذا الانفجار السوبر نوفا العظيم، هي بلشت المادة مثل ما نحن بنعرف أي مادة تقوم بجاذبية، أي مادة تجذب أي مادة أخرى، فبتبلش هي المواد عم تنجذب لبعضها. المواد الخفيفة جدا اللي هي الهيدروجين، اللي هي مشكل بغالبية الشمس من الهيدروجين طبعا والهيليوم، بتبلش عم تنجمع على بعضها، كل ما لا عم تنجمع على بعضها. هلا كل ما كبرت المادة مثل ما علمنا نيوتن، كل ما كبر حجم المادة كل ما زادت جاذبيتها، وبالتالي كل ما انجذب ذرات هيدروجين وهيليوم لبعضهم أكثر، كل ما كبرت جاذبيتهم وصاروا يجذبوا ذرات جديدة أكثر. هلا أنا عم بطلع على الكاميرا ولازم أطلع عليك، ما بعرف وين الصح. anyway so وقت اللي عم يصير كل ما كبر حجم الكتلة هي المجذوبة اللي هي ذرات الهيدروجين والهيليوم، حيجذبوا الذرات أكثر لإلهم وتزيد جاذبيتهم أكثر، لنوصل لنقطة مثل ما هلا الشمس وصلانة لمرحلة من الضخامة اللي تتسع مليون و300 ألف كرة أرضية جواتها، بهيك حجم ضخم جدا هالذرات هي حيشكل ضغط كتير كبير على الذرات اللي موجودة بالمركز، وزن هائل جدا ما فينا نتخيله، مليون و300 ألف كرة أرضية بتسع بهداك الحجم. بسبب هذا الوزن الهائل ببلشوا الذرات اللي بالمركز بيتحدوا مع بعض، وهن عم يتحدوا مع بعض اتحادهم هذا يعني بتندمج، حرفيا تندمج الذرات، يعني ذرة الهيدروجين تتكون من بروتون والكترون، حيندمجوا ذرتين مع بعض ليشكلوا ذرة الهيليوم. هالعملية الاندماجية هي حتولد طاقة اللي هي بسبب الشمس عم تشعل او الشمس شغالة اليوم عندنا، وهي كل النجوم بالكون نفس الشيء بتشتغل، واي كواكب ضخمة عملاقة يعني مثل ما قلنا كوكب المشتري حكينا هذيك المرة، لو كان اضخم معد اذكر ب10,000 مرة تقريبا من حجمه الحالي لكان حسن وزنه ضغط كتير كبير على مركزه يخليه يشتعل ذاتيا بنتيجة تفاعلات نووية اندماجية، هي اسمها تفاعل نووي اندماجي بعكس التفاعل النووي الانشطاري اللي نحن بنستعمله به المفاعلات النووية وقت بنجيب مثلا يورانيوم مخصب بنخليه ينشطر، هي العملية معاكسة. أشكرك ديفيد. أنا بدي أطرح سؤال من عندي كمان. الضوء اللي بياخذ من الشمس للأرض تقريبا 8 دقائق وكسور، كم من الوقت يأخذ من مركز الشمس لحتى سطح الشمس؟ بس نوضح الآلية هاي للأصدقاء وشو السبب. بصراحة سؤالك كثير لذيذ، وللمفارقة يمكن امبارح كنت بدي اتأكد من المعلومة، عم بكتب مقال كنت بدي اتأكد من المعلومة وما فضيت اني طالع، لأنه لا بعرف الفكرة وين، المفارقة وين، انه بياخد وقت كثير، نسيان الرقم مشان هيك امبارح كنت بدي شيكه.
نسيان الرقم بياخذ وقت كثير طويل لياخذ ليطلع من قلب من الذرات واقصار هذا الاندماج ليوصل لسطح الشمس، وقت كثير طويل بصراحه ماني متذكره، اصدقائنا فيهم يدوروا عليه على جوجل، ماني متذكر قد ايه. والسبب ببساطه انه في عندك ذرات، هذا مو فراغ، في معوقه كثير كبيره لعبور الفوتونات الشمس، مو مثل ما هي عم تعبر بالفضاء اللي مثلا ممكن تصادف ذره واحده بكل ديسيمتر مكعب مثلا، في فرق كثير كبير. فالفوتونات بتمشي بالفضاء تقريبا بحريه من دون ما تصطدم باي شيء قدام، مشان هيك تمشي بتقريبا 8 دقائق و40 ثانيه تقطع فيها المسافه اللي قدرها 150 مليون كيلومتر من الشمس الى الارض. أشكرك ديفيد. على كل حال هي تأخذ سنوات، أنا بصراحة كمان ماني متأكد من الرقم، ولكن تأخذ سنوات يعني حتى تصل سطح الشمس، أو أيام، الرقم ما عاد أتذكره بصراحة يعني، وأنا آسف. هو سبب الضغط، هذا ضغط الذرات وضغط كثافة المادة الموجودة في الشمس يعني، هذا السبب. على كل حال خلينا نروح سؤال آخر. طيب سؤال في الأخ أحمد حرقان، قلت لك والآلهة مش عارفين نودي أفضلكم فين أنت ورجل الكهف، ما بعرف إذا عندك تعقيب. تحياتي لصديقنا أحمد ومشتاق له كثير، ويعني كلياتنا لازم نشتغل يعني اللي فينا لحتى نحاول بس يعني نخفف المأساة اللي عايشين فيها. أكيد أكيد. طبعا في الأخ أحمد، في أخ أحمد، بصراحة الاسم الكنية ما عم بقدر ألفظه، ولكن عم بيقول محبتي لك ولرجل الكهف. في الأخ إلياس عم بيقول تحياتي، إذا بتحبوا تعملوا مدخل للسيسولوجي والأنثروبولوجي، لأن على حد علمي ما عملتوا هيك حلقة لسه. ما عملنا حلقة، مظبوط ما بتذكر عملنا حلقة بالسوسيولوجي ولا بالانثروبولوجي. ايه ممكن نعمل حلقة عن هذا الموضوع او هذا بالمستقبل، ايه بس ممكن. طيب على كل حال بصراحة الأسئلة اللي على الفيسبوك انتهت، وأنا كنت أتمنى لو أصدقائنا، أظن في عندك انطرح أسئلة على الفيسبوك عندك ديفيد، بس دقيقة أشوف. على كل حال في عنا أشياء أخرى مثل ما بيقولوا، في تعليقين ثلاثة شوي بصراحة يعني للأسف الشديد يعني. طيب في الأخ جان حمو عم بيقول تحياتي نبينا ديفيد، يا ريت اليوم تحكي لنا بصورة مبسطة عن الدي ان اي وعن الطاقة اللي ولدت البيج بانج، من وين اجت هالطاقة هي؟ تمام، هذا السؤال انطرح عندي على الفيسبوك، وقلت لصديقنا انه احنا حكينا بالموضوع من قبل وعدته اذا زاد وقت فنحكي عنه. كمان صديق تاني سأل عن موضوع الطفرات عندي على الفيسبوك، فممكن اجاوبك باختصار عن المواضيع كلياتها. يا ريت تفضل. بالنسبة لموضوع البيج بانج حكينا فيه من قبل بحلقة كانت طويلة الحقيقة، عن نشأة الكون، وقلت قصة لك الحلقة بعنوان قصة الكون، إذا ترجع لأخونا جان. تمام، ووضحنا بهديك الحلقة فكرة انه بحسب قوانين الكوانتوم فيزيك اليوم، الفراغ نفسه اللاشيء حيث لا يوجد اي اشعاعات ولا بارتيكلز ولا جزيئات ولا اي شيء، هذا الفراغ نفسه يحتوي على فيرتشوال بارتيكلز، يعني جسيمات افتراضية. هاي الجسيمات بتظهر وبتختفي تقريبا لا زمن، اللي هو مو لا زمن، لكن هي سرعة كتير عالية لدرجة انه الزمن بالنسبة لنا بنقول الزمن تقريبا صفر. هلا هي الفيرتشوال بارتيكلز وقت عم تكون بوبينج ان او اوت بالفراغ، هي عبارة عن مادة ومضاد المادة. هدول الاثنين طالما كانت نسبتهم متوازية فهن عم يفنوا بعض بشكل آلي، الانرجي زيرو، بيطلعوا بيفنوا بعض بشكل دائم. اللي صار بحالة البيج بانج انه حصل هناك اختلاف طفيف جدا
ما بين نسبة الماتر للأنتي ماتر، المادة لمضاد المادة. هذا الاختلاف الطفيف جدا هو الذي سبب حصول البيج بانج وسبب وجود المادة كلياتها اللي انت شايفها بالكون من هي البداية البسيطة. لتفاصيل اكثر في يرجع للحلقة من شان ما نطول، من شان يعني نحسن نوع الاسئلة اكثر شيء. بالنسبة لسؤاله عن الدي ان اي، الدي ان اي صديقي هو شريط يحتوي على جميع المعلومات. نحن عم نستعمل مصطلحات بنفهمها لكن هي مو هيك. يحتوي على جميع الشفرات اللازمة لإنشاء جميع البروتينات في جميع الكائنات الحية، نباتات، حيوانات، بشر، الحيوانات، الحشرات إلى آخره. كلياته يحتوي على شريط الـ DNA اللي بيصير دائماً بكل خلية من خلايا جسمك. في نسخة من شريط الـ DNA تبعك، الـ DNA تبعك بتاخد نصه من أمك ونصه من أبوك، تمازجه مع بعض بيعطي الجينوم الكامل اللي شكلك أنت. بكل خلية من خلايا جسمك على الإطلاق يوجد شريط الـ DNA أو الجينوم تبعك بالكامل، الكروموزومك الكامل، الكروموزومات كلياتها تبعك، الصبغياتك كلياتها موجودة. لكن اللي بيختلف انه ببعض الخلايا، كل خلية يتم تفعيل جزئيات من هي من هذا الدي ان اي بنسميها نحن جينات، بيتم تفعيل هيدي الجينات. كل جين محدود بشفره بدايه وشفره نهايه، عندك جينات بتعطي اوامر التفعيل لحتى هي تتحكم بتفعيل انه هلا لازم تطلع ايد، هي الخليه هي خليه جلد او خليه عضله او خليه عصب او 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 او، انت ماشي. الجينات موجودة بكل الخلايا لكن اختلافات بتفعيلها، وبالتالي بالمختبرات العلمية حسنوا يلعبوا مثلا بأنه يفعلوا جين يخلوا عند الفار تطلع له مثلا إذنه من وراء أو تطلع رجله من راسه أو أي شيء بالدنيا، بس ببساطة بإعطاء أمر لأنه نفعل هذا الجين أو نوقف تفعيل هذاك الجين. وهذا اللي اليوم العلماء الثورة الجديدة بعالم الطب، انه نحن نصير نتحكم بكيف بدنا نطالع او نشكل الانسال الجديدة تبعنا بانه نشفر هيدي الجينات، نستثني منها اللي ما بدنا اياه او نعطل اللي ما بدنا اياه او نفعل شيء بدنا اياه نحن. فهي ببساطة موضوع الدي ان اي. اثناء العمل اي خلية بيتم شريط الار ان اي بياخذ نسخة من الجينات تبعك من الشفرة الموجودة على الدي ان اي، بيقوم بعملية تحويلها لبروتينات، وهيك انت بتشتغل الخلايا بالكائن الحي كله، بكل الكائنات الحية. صديقنا اللي سأل على موضوع الطفرات، اثناء هي العملية، اثناء عملية وبالذات وبالذات اثناء اندماج الحيوان المنوي مع مع البويضة وتشكيل بويضة ملقحة، هلا هي العملية لتشكل لي جينوم جديد، أنت آخذ نص الكروموزوم من هون ونصه من هون من الأب ومن الأم، دمجتهم مع بعض لطلع كائن جديد. عمليات النسخ هي كلياتها، سواء عملية النسخ تشكل النطفة أو البويضة أو عملية المزج اللي صار ما بين بويضة ونطفة، وأثناء عمليات النسخ اللي هي بالتريليونات لتشكيل الجنين هذا كلياته، بتصير أخطاء بالنسخ تماما مثل أخطاء الكتابة اللي نحن ممكن نكتبها. وقت أنا بدي أنسخ صفحة أو كتاب كامل وأكتبه بخط إيدي أو أطبعه على الكمبيوتر، ممكن كتير أخطأ بطباعة حرف معين. فمثلا إذا تم خطأ بأحد النسخ هي، إذا حصل خطأ أثناء إحدى عمليات النسخ هي، فأنت بتحصل على طفرة جينية، هي اللي بنسميها طفرة جينية، ورح تعطيك تفعيل جديد لأنه هذا خطأ. فإذا أنت صار عندك مثلا ميلاتونين بمكان مش مكانه، فأنت صار عندك جين بالكامل غير الجين الأصلي تبع، ما كان في سيترونين مثلا وصار لا، فأعطاني جين مختلف بالكامل، أعطاني تفعيل مختلف بالكامل. هون ما هون هذا هي الصفة الجديدة اللي طلعت، البروتين الناتج بالنتيجة عن هي العملية العشوائية. إذا كان هذا البروتين ذو صفة إيجابية للكائن الحي، فببساطة الكائن الحي حيكون كثير محظوظ وأخذ صفة إيجابية بالصدفة البحتة، وإذا كان عطى تأثير سلبي فهو سيء الحظ وصار عنده صفة سلبية ناتجة عن طفرة عشوائية بالكامل.
أشكرك ديفيد. طيب في أبزورفر عم بيقول أو عم تقول، ما بعرف إذا كان أنثى أو ذكر، سؤال: هل الدماغ الإنسان تطور تدريجياً؟ طبعا قلت لك قبل شوي الدماغ تطور، الانتقاء الطبيعي كله هيك بيشتغل، عملية التطور كلياتها هيك بتشتغل. انت وقت الانتقاء الطبيعي شغال او عمليا الكائنات عم تتطور، هي تماما بتصير قصة مثل ما انا اللي عم بحكي، عندي بيز اساسي وحصلت طفرات معينة، هلا هي الطفرات حصلت بناء على البيز الاساسي. تخيل انت عندك بيت وعم ترجع تضيف عليه مثلا طوابق جديدة، انت مالك عم تهد البيت بالكامل وترجع تبني كامل جديد، ما بيصير الدماغ انه ينطفى انه يشعل بلحظة واحدة مثلا يصير عندي دماغ بالكامل، لا لا لا، احنا دماغنا نتشارك بالكامل مع الكائنات الحية الأدنى كلياتها بالقسم الأكبر من دماغنا. اللي قاله توماس هوبز الفيلسوف البريطاني من 1700 تقريبا او 1600، قال لك انتبه بدقة، قال لك انه البشر عمليا ادمغتهم ما بتختلف اختلاف نوعي عن الحيوانات الاخرى، وانما هو اختلاف كيفي وكمي، هذا هو الفرق. فمن قبل داروين عندك توماس هوبز اكتشف هذا الموضوع، وفي له كتابين كتير رائعين بهذا الخصوص. كلامه صحيح، علم الأعصاب اليوم أكد هذا الشيء، نحن نتشارك مع كل الكائنات الحية بكل الأمور. اقروا مثلا، اطلعوا على كتاب على كتاب تشارلز داروين، تعبير عن الانفعالات عند الإنسان والحيوانات، عامل مقاربات كتير فظيعة بهذا الكتاب على التصرفات اللي نحن البشر نتصرفها ومقابلاتها عند الحيوانات الأخرى كلياتها بالكامل نفسها. فدماغنا تطور تطويري يعني، حتى مثل ما بيعبروا علماء البيولوجيا بيقول لك نحن بنملك بالأدنى هون عنا دماغ زواحف، وكل ما عم نطلع طلوع عم يصير عنا دماغ الثدييات، والقشرة اللي فوق هي القشرة اللي بتميزنا نحن كبشر، القشرة الواعية بنسميها، واللي قلت لك هي سماكتها 1 مليمتر تغلف الدماغ. تفضل. طيب أشكرك أخوي ديفيد. بصراحة في عنا شخص أظن مسلم، رضا حسين، أهلا وسهلا فيك سيد رضا، عم بيقول: ماذا كان قبل الخلية الأولى؟ ماذا كان قبل الخلية الأولى؟ كان هناك الحساء الذي يشمل الكرة الأرضية تقريبا. عمليا في فرضيات بهذا الموضوع، لكن لا يوجد تأكيد، لأنه ببساطة ما حدا كان موجود قبل الخلية الأولى لا يعرف شو كان موجود قبل الخلية الأولى، لكن كتكهنات أو كدراسات تكهنات، برجع وبقول لصديقنا يعني وقت بيقول لك في فرضية علمية أو تكهنات علمية، مو يعني واحد مثل صديقنا اللي أشارت له قبل شوي سمع ديفيد عم يحكي كلمة صفن فيها شو دراسة وفكرة، لا، يعني تكهنات، هي تكهنات مبنية على كتير دراسات، لكن ممكن ما فيك تثبتها، ما فيك تثبت شو كان قبل الخلية الأولى، لأنه أنت ما كنت موجود ولا أنا كنت موجود، ما فيني أرجع بالزمن لهذاك الوقت لأشوفه، أو على الأقل لليوم ما بإمكاني أرجع بالزمن لأشوف، لكن كان عندك حساء بيسموه الحساء العضوي، اللي هو عبارة عن متضاعفات، عبارة عن نيتوكليدات بسيطة جدا عضوية تشكلت في الحساء في البحار في المحيطات بالدرجة الأولى. الفرضية اللي أخذ أكثر أدلة لليوم هي الفرضية اللي بتقول لك انه بلش هذا الشيء بقعر المحيطات بالاماكن اللي عم يصير فيها شيء مثل البراكين، ويكون في تشققات بالقشرة الارضية. لازم كتير نعرف انه الكرة الارضية قبل 4 مليار سنة من هلا هي لا تشبه ابدا الكرة الارضية اللي احنا بنعرفها اليوم على الاطلاق. لم يكن هناك غلاف جوي، لم يكن هناك غابات، ما كان في اي شيء، كانت عبارة عن كوكب مهجور مثل اي كوكب تاني بعد برود القشرة الارضية، قشرة الكرة الارضية يعني. هلا وجدت المياه على هيدي قشرة الكرة الارضية، عدة فرضيات كمان عم يحاولوا لليوم يتأكدوا اي وحدة اكثر وزنا فيهم، لنعرف كيف تجمعت كل هذه المياه اللي هي مقدار مهول جدا على سطح الكرة الارضية. بعدين
بعد ما صار عندي هيدي المياه بلشت هي ال 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 التع ال شو قلت لك العضويات البدائية اللي هي قبل الخلية عبارة عن متضاعفات بسموها بتعبير علماء البيولوجيا. هي المتضاعفات هي اللي مع الوقت تطورت وأصبحت ما يسمى شيء بيشبه الار ان اي، وحتى العلماء عاطينه اسم ما قبل الار ان اي والدي ان اي، اللي هو مع الوقت صار الار ان اللي نحن بنشوفه موجود ببعض الكائنات المجهرية لليوم لم يتطور ليحتوي على دي ان اي، يكتفي بوجود ار ان اي. لكن لاحقا في متعددات الخلايا عندما حصلت طفرة ادت الى ثبات الار ان اي لتحويله الى دي ان اي مثل ما نحن بنعرفه اليوم. طبعا الانتقاء الطبيعي حيميز هذا الدي ان اي لانه هو اكثر ثباتا من الار ان اي، مع انه ما استغنى عن الار ان اي خلاه موجود. وهيك مع الوقت بلشت تتطور القصه لخليه واحده لاكثر من خليه لكثيرات الخلايا او متعددات الخلايا، وصولا بقى للكائنات الاكثر تعقيدا. موضوع اخذ وقت كثير مخيف طبعا. يعني أنا برجع وبأكد على نقطة، المشكلة تبعنا مثل ما وضح كارل سيغان بكتابه الكون، مشكلتنا بعدم إدراك موضوع مثل التطور إنه لحنا ما عندنا تقدير، ما عم نحسن نستوعب قيمة الحقيقية للدهور للأزمان هي. وقت أنا بقول لك أخذ مثلا 3 مليار سنة من تشكيل الخلية الأولى أخذت 3 مليار، هذا كلمة أنت بتقولها 3 مليار عادي، هي الزمن مخيف جدا لوصلنا لكثيرات الخلايا. وكل شيء نحن شايفينه اليوم من كائنات حية بما فيها الثدييات هي عمر تافه جدا مقارنة بعمر الكرة الأرضية. أشكرك ديفيد. طيب سؤال آخر، خلينا من جاك، من جاك عم يقول سؤالي هو كيف يمكن التخلص من أنا العليا؟ التخلص من الأنا العليا صديقي بأنك أنت توعى تماما لا الشيء اللي أنا حكيته بأول الحلقة، أنه أنت عمليا يعني مثل ما عبر مارك توين بكتاب ما الإنسان، عبارة عن آلة، فقط دماغك عبارة عن آلة. أنت لازم تطلع من غرائزك مثل ما طلب منا ريتشارد دوكنز وحطيته أنا كبوست امبارح على الفيسبوك، تطلع من غرائزك الحيوانية الأنانية لحتى لأنك أنت وعيت بأنه نحن اليوم عايشين بمجتمعات غير طبيعية، نحن عايشين بمجتمعات أعداد ضخمة من البشر، وعمليا نحن اليوم كل البشر على الكرة الأرضية بعلاقة تفاعلية مع بعضنا، سواء حسينا ولا ما حسينا بهذا الشيء كلياتنا عم نأثر ونتأثر ببعض. وقت اللي أنت كبر دماغك، خليني أقول بالمصطلح العامي، تستوعب هذا الموضوع وبتعرف أنه أنت مصلحتك ما عادت مصلحتك أنت كحيوان فردي كأنا بس، مثل أي حيوان بالطبيعة أنا مصلحتي أني آكل اليوم ومن بعد الطوفان. الموضوع ما عاد هيك، الموضوع أكثر تعقيدا من هيك. وقت أنت بتوعى هي النقطة وبتعرف أنه مصلحتك لا تنفصل على الإطلاق عن مصلحة كل البشر الآخرين اللي عايشين على هذا الكوكب، سواء حبيت هالشيء ولا ما حبيته، إذا أنت عم يصير عندك فائدة أو أنت عم تحصل على منفعة وفائدة ممكن عم تضر بغيرك وانت مالك مبالي بضرر الاخرين، ضرر الاخرين هداك لحيعود عليك سواء شئت ام ابيت بضرر لاحق الك او يمكن لاولادك بالمستقبل. فوقت بتوعى هي الفكرة ككل، انت بتصير تحسن تطلع من الانا تبعك، بتصير بتحس انه انت عبارة عن فرد داخل هذا المجتمع الكبير كلياته ده اللي اسمه بشر، اللي نحن عايشين في المجتمع الإنساني. تحس بهذا الشيء هون صدقني، وقت بنوصل لهي النقطة، إذا بنحسن نوصل لهي النقطة بالأحرى، البشر حياتهم رح تختلف بظرف يعني زمن قياسي جدا من الأرض للسماء. بكل تأكيد ديفيد، بكل تأكيد. أتمنى كل الناس تصل للمرحلة هاي وتتخلص من هاي الأنا الأنانية هاي والجشع والطمع وهالأشياء هاي التافهة للأسف الشديد. طيب عندي عم بيقول لماذا محمد هو خاتم النبيين؟ لأنه هو هيك بده،
لأنه هو هيك. شو بيعرفني يا جماعة، اسألوني أسئلة يكون لها يعني، يعني بليز، يعني عم تسألوني أسئلة فيكم تكتبوها على جوجل ويعطيكم الجواب، يعني تسألوني أسئلة تكون فيها نقاش، فيها حوار، أفكار هيك معينة، بس مو تسألوني أسئلة يعني ما بعرف. يعني لا مثل ما أحد الأشخاص علق عندي هذيك اليوم، قال لي عم حسك يعني الناس مخربطين بينك وبين جوجل، يعني فعلا في كثير من الأسئلة يعني إذا بس بتكتبها على جوجل قبل ما تبعتها لجان، اكتب على جوجل بتلاقي جوابها، يعني مو يعني ما بعرف. سألوني أسئلة في نقاش، نحس حالنا قاعدين هي الساعة مع بعض عم نتناقش في أفكار معينة، بعطيكم رأيي بفكرة، تعطيني رأيك بفكرة، يعني شيء من هالقبيل. يعني من ليش محمد خاتم نبيين؟ هو هيك قال. شو يعني شو بيعرفني ليش؟ لأنه هو هيك بده يعني. لا بصراحة هو المخرج عايز كده يعني. طيب يعني ليش هو في ليش في نبي ما قال أنا آخر النبيين؟ يعني أتمنى الأخ حمدي يعني جواب واضح، يعني كل نبي يقول أنا آخر النبيين، أنت تدعي النبوة ستقول ما في حدا ورائي، أنا الواحد الأحد والصمد الأخير وخلص اتبعوني ولازم تتبعوني، فهي الجواب المريح بصراحة أظن يعني. الأخ في رأس بصراحة هي بدها جوجل آخر، يعني عم بيقول شو نوع سيارتك. بدها جوجل آخر. طيب بصراحة أنا في مو سؤالين، في تعليقين أنا استفزوني للأسف الشديد. في الأخ أيمن، أنا ما بعرف إذا بتحب تتعلق عليه ديفيد، هذا برجع لك، وإذا ما بتحب طبعا أنا بعلق من طرفي أنا. وفي الأخت نريمان كمان حطت تعليق، يعني بصراحة ما توقعت منها هيك يكون تعليقها. على كل حال الأخ أيمن عم بيقول ادرسي وانجحي في الجامعة كي تتزوجي، هذه الجملة يتبناها من يعتبر عضو الذكري كعكة تخرج أو كيكة تخرج. ما بعرف إذا تحب تعلق هيك تعليق ولا على هيك. سؤال، ليش صديقنا عقب على هي النقطة بس ما عقب على نفس الجملة وقت قلت انه كمان نفس الشيء نحن بندرس وبنشتغل وبندور على المناصب والى اخره، كمان في تنافس باللاوعي تبعنا كتنافس جنسي، الحافز تبعنا الداخلي هو حافز جنسي، ليه عقب على المرأة بس ما عقب على الذكر؟ يعني ما بعرف ليش كانت مشكلته هون ومشكلته هون. صراحة عموما ديفيد أنا اللي فهمته إنه شبابنا ما عندهم اطلاع نهائيا، وإذا أجتهم فكرة جديدة مفكرين حالهم عباقرة، ممكن يعني هم الأول والأخير مثل ما قلت، يعني قاعد فرشته حيطت له سيجارة حشيشة أو قدح بيرة وعم يطرق، وأجته هالكلمة هي العمى ما معدي عليه، فمعناتها البشرية هي ما بتفهم. ف للأسف أنا أتمنى من الأصدقاء بدل ما يطالعوا هيك كلام خليهم يتعلموا، والإنسان مهما كان مطلع إلا في أشياء تنقصه، يعني مهما كان خليني مطلع. شوف صديقي، ما بعرف مالي ما انتبهت شو اسم السائل، صديقي او المعلق، شئنا ام ابينا، حبك ولا ما حبك، هيك بالعام يعني، نحن كائنات عضوية، نحن كائنات بيولوجية، نحن حيوانات ثديية ننتمي الى رتبة الرئيسيات. فكرة انه انت كائن فوقي متعالي مثالي، هاي الفكرة الحاج افلاطون كان يحكيها على المصطبة من زمن قبل 2500 سنة، هاي الفكرة غير صحيحة. وقت اللي علماء النفس بلشوا مؤخرا بآخر 100 سنة بس حرفيا عمليا القفزة الفعلية بلشت مع سيغموند فرويد، وقت سيغموند فرويد أخذ فكرة داروين وطبقها على البشر، حسب بتصنيفات بأقسام الدماغ اللي صارت معروفة اليوم بعلم النفس،
وطبق الغرائز كلياتها والأفكار كلياتها على البشر. هي من أفكار فرويد خاطئة؟ نعم. داروين تفسيراته خاطئة؟ نعم. لكن ومع ذلك اليوم العلم عنده قاعدة واحدة ما في اثنين من العلماء بيجلوك فيها، مثل ما انه ما في اثنين من العلماء بيختلفوا على انه كل المادة في الكون تتكون من الذرات، كل شيء بتشوفه حواليك هو ذرات، وكل هي الذرات اللي انت شايفها حواليك عمليا القسم الاكبر منها هو فراغ. هلا انا اذا بقول لك هي المعلومه بتصدقها؟ مخك ما حيستوعبها. اذا انا بقول لك انه هلا انا كديفيد وانت كجان وصديقنا اللي حكى والكل الاجهزه عمليا هن بغالبيتهم الساحقه فراغ، نواه الذره اصغر بمئة الف مره من الحيز اللي بتشغله الذره، مئة الف مره بكرر. فلحنا عمليا فراغ بالكامل، كل شيء حواليك فراغ. مخك ما رح يستوعب هاي الفكرة ولا رح ترفضها. هلأ حتسألني شلون أنا بحسن صفق هيك؟ فيني أفسر لك الموضوع علميا وإشرح لك ليه في مادة صلبة وليه في مادة كذا، كيف الكترونات تتنافر مع بعضها فبتعطيك إحساس الصلابة، هاد إلى آخره، منفوت من الموضوع للصبح. أنت بدك تعرف أنه مثل ما حكيت قبل شوي يا جماعة، لحنا مشكلتنا بمبحث المعرفة، بانه انت وقت بدك تبني فكرتك عم تبني فكرتك على شو؟ على رايك الشخصي؟ رايك الشخصي لا بالنسبه لإلي كديفيد ولا بالنسبه للوزن الثقافي العالمي له اي قيمه على الاطلاق، فيني اسمعه منك يعني واشعل البايب تبعي وانه اهز راسي وامشي تماما، وبعتذر على التشبيه، مثل اذا عم بسمع راي طفل صغير ب أمر سياسي بالبلد مثلا أو بنظرية اقتصادية وهو لساته طفل صغير ما له مطلع وفهمان أي شيء، ما لح أزعله، بس بنفس الوقت ما في له أي قيمة عندي، لح أنساه بعد شوي. فوقت بدك ياني جادلك وأحكي معك واعتبر كلامك له وزن، مثل ما كل المفكرين والباحثين والفلاسفة عبر التاريخ عم يتجادلوا بين بعضهم، هذا هو هيك تطورت الحياة، عن طريق جدالات. تقرأ كتب الفلاسفة والباحثين والمناطق كيف طورت نظرية المنطق ونظرية المعرفة ومبحث الأخلاق وإلى آخره، كله عن طريق مجادلات ودراسات وإثباتات وكذا، حتى بالفيزياء نفس الشيء وبالبيولوجي وبكل المناحي العلمية. يا بدك تعمل ستوب لدماغك وتقول دقيقة شوي، أنا شخص أفكر بناء على عقلية بنيت من واسطة المجتمع، ومشان هيك عم ببني قراري انا بناء على خبرات وتجارب تعلمتها بالحياه بالحاره ومع رفقاتي وبالمدرسه ومع امي ومع الماما راي الماما والبابا تبعك ما بيهمني ابدا، بيهمك انت يمكن لانك بتحترمهم هن امك وابوك، بس بالنسبه لي ما بيعني لي ابدا، هو راي فرد من افراد المجتمع. سو وقت بدك تعطيني راي وتخليني اعطيه اي وزن وقيمه، ما اطلع على التعليق تبعك واعمل سكرول هيك بالماوس تبعي ما له اي وزن، بدك تجاوبني بعد ما تكون مدور وباحث وعم تعطيني افكار صار لك درستها وشغال عليها سنين، هيك بدك تحكي معي؟ هيك انا بدي اعطيك وزن. اما اذا ما بدك تعمل هيك فببساطه مالي مضطر اني حر حالي وجاوبك يعني. هلا لحنا شئنا ام ابينا، مثل ما علماء مثل ما علماء الفيزياء مجمعين انه كل الماده تتكون من ذرات، برضه كل علماء البيولوجي مجمعين على انه لحنا كائنات حية ننتمي إلى المملكة الحيوانية رتبة الرئيسيات، نحن ثدييات عليا أو رئيسيات عليا. إحنا كل شيء عايشينه وكل شيء عم نعمله لن يخرج عن نطاقنا البيولوجي عمليا بأرض الواقع. دماغنا هاد ما تطور، ما حطه الله براسك إلا إذا أنت كنت مسلمي قصة تانية. اما انا من وجهه نظري، من وجهه نظر العلم، دماغك ما حدا فتح لك اياه ونزله هيك من السماء او من مجره ثانيه، دماغك مثل ما قلنا قبل شوي تطور تدريجيا في صراع من اجل البقاء من اجل التكاثر. هاي غرض الطبيعه، الطبيعه ما حافظت على اي كائن حي يضل موجود بيناتنا لليوم الا لانه نجح في صراعه من اجل البقاء وحقق تكاثر اكثر فسيطر على الحوض الجيني. وبالتالي عمليا
انت ما رح تحسن تطلع من خارج هذا النطاق الا اذا كنت بقى احسنت عن جد تكبح كل غرائزك وكل قسمك الغريزي بالكامل لتوصل مثل ما وصفت باحدى الحلقات على قناتي لتصير كائن حر خارج تماما عن نطاق الغريزة تبعك. وقت اللي بتوصل لمرحلة مثل مثلا المرحلة اللي وصل لها جوردانو برونو وقت قال انا ما بغير رأيي، 8 سنين او 7 سنين عم يتعذب بإيطاليا من قبل الكنيسة وما غير رأيه، حرقوه وهو عايش وما غير رأيه. هذا الشخص وصل لمرحلة طلع من غرائزه، ما عاد فرقت معه غرائزه وكينونته وجسمه، صارت فكرته هي المهمة. ما فيك تجي تقنعني انه انت والثاني والثالث والرابع وكل افراد المجتمع وصلتوا لمرحلة جوردانو برونو او لمرحلة سقراط مثلا بهذا الكلام. سوري منك يعني، وبينك وبين هدول الناس وبيني انا كمان وبين هدول الناس مسافة كتير طويلة لنحسن نوصل له، لنحسن نوصل لهي النقطة اللي نتنازل فيها عن جسمنا كلياته وغرائزنا وحاجاتنا وكذا، ونقبل انه نموت كرمال كلمة بدنا، كرمال فكرة عنا او كرمال كلمة عم نقولها. وجوردانو برونو ولا سقراط ولا اي حدا من هدول الاشخاص اللي قتل كرمال كلمته، ما وصل لكلمته هي هو سمعانا من القهوة وسمعانا من البابا والماما وسمعانا من على اليوتيوب بفيديو على اليوتيوب، وصل لكلامه هذا عن طريق بحث وتفكير ودراسة لسنوات طويلة. لا توصل لهذيك المرحلة وانت بعدين تقرر اراء مخالفة للاراء اللي مجمع العلماء كلياته عم يحكي فيها، ساعتها فينا نقول انه ارائك لها وزن. تفضل جان. أشكرك ديفيد جزيل الشكر. أنا أتمنى الأخ أيمن هذا يعني يفكر إذا هو ما مو محتاج جنس، أو في شخص أنثى كان أو ذكر ما لا يبحث عن الجنس، يعني مهما كان ولا يبحث عن الجنس يعني. بالمناسبة أن يكون الإنسان مدفوعا بواسطة الغريزة تبعه لمحفز للقيام بأمر ما، لا يعني لا من قريب ولا من بعيد بعلم النفس انك انت عم تعمل هذا الشيء لتعمل سكس مو ورا. مو هيك القصة يا جماعة، هي النقطة اللي ما عم تفهموها. يعني انا مو وقت بقول لك انه 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 انت في عندك حافز وجسمك وكذا عم يدفعك وهرموناتك عم تدفعك لتتنافس ولتدرس ولتحصل مناصب او لتكون مبدع او لتكون كذا، معناتها انت عم تستنى انه انا بدي اخذ شهاده الدكتوراه من هون لاطلع اعمل سكس. يا جماعه مو هيك القصه، شبكن؟ لا تكونوا سطحيين بطريقه تفكيركم، لا تكونوا سطحيين بهذا الشكل. بدك تعمل سكس فيك تروح تعمل سكس باي مكان، السكس موجود على التليفون اليوم، فيك تتصل بتجي لعندك البنت من دون ما تتحرك من مكانك بوين ما كنت بالعالم كلياته. القصه ما عادت، بس في فرق ما بين الدوافع والحوافز النفسية الموجودة بالعمق السيكولوجي تبعك اللي أنا عم بحكي فيها، لأني مفترض افتراض وعلى ما يبدو أنا مخطئ بأنك أنت شخص واعي وعم تفهم علي شو عم بحكي. في فرق ما بين هي الدوافع وما بين الفعل بحد ذاته كفعل، فرق كتير كبير. ما دخل هي بهي بعلم السيكولوجي، ما في عالم سيكولوجي بيقلك التنتين مربوطين ببعض على الإطلاق، ما في أي حدا بيحكي هذا الكلام. بس على ما يبدو كثير من الأصدقاء لقصور بنظرهم مفكرين إنه أنا وقت عم أقول الإنسان بيكون محفز هذا التحفيز، السبب تبعه بعقلنا اللاواعي جوا 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 بدماغنا الباطن، هو مدفوع بتنافس غريزي للدفاع للتنافس من اجل التنافس الجنسي. معناته هو مفكر عم انه 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 هو بده يطلع مشان يعمل سكس. يا اخي مو هيك القصه، مو انت عم تدرس مشان تعمل سكس، لانه اذا بدك تعمل سكس مالك مضطر تدرس 10 سنين بالجامعه مثلا، فيك تعمل سكس اليوم وبكره وامتى ما كان، ما هو هيك الموضوع. طب اشكرك ديفيد على كل حال، يعني بقي لنا 5 دقائق من الوصيه، واصدقاء طرحوا اسئله كثير بصراحه، بس الاخت نريمان انا بصراحه كثير مصدوم بسطحيتك يا نريمان وبفكرك المسطح السطحي مثل تسطيح الكرة الأرضية عند أخوتنا المؤمنين. فعم بتقول نريمان المرأة تدرس وتتخرج بسبب التنافس الجنسي، هي علامة استفهام كمان، هذا السؤال تطرح ما هذا التخلف؟ يعني أتمنى منك نريمان بما أنك
مبدعة ومفكرة وكثير مثقفة. يا ريت ما تلقي الكلمات اللي غير لائقة، يعني المتخلف وهالأشياء، بما أنك مثقفة وصلانة لمرحلة من الوعي أوعى مننا كلياتنا يعني. فعم ترجع تقول لا يا حبيبي، المرأة تدرس وتشتغل لأجل الحصول على استقلاليتها المادية لتحررها من عبودية الرجل. يا سلام، لأنه كل النساء الموجودين معهم تحت عبودية الرجل وكلهم يشتغلون حتى ياخذوا استقلاليتهم. ما أكثر نساء العالم ياخذين استقلاليتهم اوريدي، يعني لا تطلع على بلادك. يعني أنا آسف سيدة نريمان، يعني أنت صديقتنا وعلى عيننا وراسنا. يعني أتمنى يكون عندك شوي شوي لباقة، ونحن أصدقاء، نحن مالنا أعداء. يعني هالكلام الهجومي اللي ما له طعمة، يعني بصراحة، يعني إذا مثل ما بقولوا، إذا دل على شيء يدلي على، يعني يدل على مثل ما قلت، سطحية ونفسية غير متكاملة. قال أنصحك، هي طبعا عم تقول لرجل الكهف حبيبنا وأمير مثقفينا، اللي أتمنى أنه نعرف قيمته نحن كأقل شيء، نحن كراكدين وراء التنوير، أو بنحب التنوير، أو بنحب أنه ناسنا تفهم، نعرف قيمة المثقف اللي عنا. ما هو مثل اللي بيطلعوا على الفضائيات، اللي أنا ما بدي أسميهم أسامي تافهة، بس أنا أتمنى يكون عندي 10 سوريين مثلا مثل ديفيد، أو على مستوى العالم العربي بصراحة كاملة، أتمنى يكون عندي 10 فقط. للأسف الشديد، يعني نحن المثقف اللي عندنا الحقيقي ما عم نعرف قيمته. بيجينا واحد بهلول مثل الكياني وغيره عم صفقوا له، ولا يعني أين أنتم؟ لا، ونحن كمان من التيار الحادي على أساس، يعني تحسبين يا نريمان على التيار الحادي للأسف. عم تقول لرجل كهف أنصحك الخروج من وقت إلى آخر من كهفك المظلم لكي تواجه واقع المجتمع الاسكندنافي اللي أنت عايش فيه وتعلم منه الرقي وتتعلم. يا ريت تكتبي كمان بشكل صحيح سيدة نريمان. كلامك هذا وفي معظم حلقاتك يدل على مشكلة عويصة مع المرأة. ما بعرف إذا بتحب ترد عليه، وإذا ما بتحب ترد عليها هذا شيء يخصك ديفيد. صديقي، نفس الكلام اللي كنت عم بحكيه قبل شوي. هلا أولا شكرا على النصيحة، مع إنه أنا مالي بحاجتها. ثانيا يؤسفني إلك إنه يبدو لي من تعليقك هذا إنه أنت اللي في عندك مشكلة مع الذكور، مو أنا اللي عندي مشكلة مع الإناث، لسبب بسيط إنه أنت كنتي انتقائية بكل الحلقة تبعي. حكينا عن الذكور، وحكينا كيف انه بالاول انه كمان الذكور، كل حديثنا كان عن الذكور وانه الذكور كيف بيتنافسوا وكذا، وقلت لك بيل جيتس، وحكينا على، وحتى انت قلت اينشتاين وفلان وفلان، من كل الكلام اللي انحكى بالحلقة ما انتبهتي ولا عقبتي الا على انه الامرأة لا تدر بالتنافس الجنسي. سوري منك، معناتها انت انتقائية في او متحيزة في الانتقاء تبعك. جان حبيبي، شوف، كل الأشخاص اللي ما اطلعوا على التطور وما لهم مقتنعين بالتطور بيقول لك ببساطة، بيضحك على أي واحد فهمان التطور، بيقول لك أنت بتقول جدك قرد وكذا، ونحن كناس فاهمين للتطور كيف بننظر لهم لهدول؟ بالله عليك، يعني كيف نحن بننظر؟ هلا أنا كديفيد كيف بنظر لواحد عم يضحك ويقول لي أنت بتقول جدك قرد، ها ها ها، شو النظرة اللي باخدها عنه؟ نفس الموضوع تماما. مو إذا أنتم صرتم ملحدين، يعني أنتم بالنسبة لي صرتم مثقفين كبار، كلامكم على عيني وراسي، بيظل كلامكم على عيني وراسي بس ما فيني آخذ له أي وزن يعني. فأنتم تماما كالتعليقين اللي هلا أنت ذكرتهم بالنسبة لي تماما يوازوا واحد جاي عم يقول لي هي هي أنت عم تقول جدك قرد، وراح أعاملهم مثل ما بعامل هداك يعني ببساطة. فأنت إلا اللي بعده إذا عندك شيء تاني. على كل حال أشكرك ديفيد. طبعا الساعة صارت ساعة، في سؤال إذا بتحب تاخده ولا هاد سؤال، يلا ماشي، مشان ما اني لحلقة ولحنا أنا معصبين. السؤال بصراحة، لأنه تكملة للسؤال
هو كيف يمكن التخلص من الآن العليا؟ تكملة للسؤال عم تقول تكملة للسؤال الأول، أطلب توضيح أكثر من ديفيد، كيف نطبق هذا الكلام على مجتمعات الدول المتكلمة باللغة العربية وتحريرهم من ولائهم لمعتقداتهم المنتهية الصلاحية؟ صديقتنا السائلة أختمو أظن أظن أخت أظن anyway عزيزي أو عزيزتي، يعني بصراحة هذا يعني محصلة الجهود اللي نحن عم نعملها كلها تهدف بس لهي النقطة. بصراحة تهدف القصة بس إنه نحن نوعي الناس بإنه أولا أول مشكلة وأول نقطة لازم يفهموها الناس هدول بمجتمعات الناطقة بالعربية إنه يعرفوا إنه في مشكلة. هي أول خطوة، أول خطوة أنا بدي إياهم يحسوا فيها، إنه يحسوا إنه في إنن عايشين بمشكلة، في كارثة، هذا الوضع اللي إنن عايشين فيه. المجتمعات هي المتهالكة مثل البيت القديم اللي عايشين فيها، هي ما هي الحالة المثالية، ما هي الوضع الطبيعي. لازم أولا يحسوا إنه في مشكلة، وهي ما لها مهمة سهلة على الإطلاق. ثانيا لازم يحسوا ويعرفوا إنه الفكر اللي هو براسهم هو عبارة عن فكر واحد أو ثقافة واحدة من ثقافات كثيرة بالعالم، لا هي أكمل ثقافة ولا هي أفضل ثقافة، هي واحدة على قدم المساواة مع الثقافات الأخرى، مثل غيرها تطورت بناء على بيئتها وإلى آخره والظروف التاريخية اللي عاشت فيها المنطقة. بعدين لحتى نبلش نفهمهم نعلمهم بأنه هن لازم يطلعوا على الأفكار المخالفة لإلهم، يحترموا الناس المخالفين لإلهم، حتى يبلشوا يحسوا أنه نحن لازم نطمح لأنه نصيب بشكل مخالف. يعني طوال ما أنا عم شوف هدول المجتمعات بيطلع بيقول لك أخي بالدول الإسكندنافية نسب الانتحار عالية أخي، والبنات كلهم منحلين اخلاقيا، والبنت بتعمل سكس مع 100 شاب وما عندها مشكله، والواحد بصير عمره 18 سنه بكب امه وابوه وكذا وبيضله ماشي. طول ما هي الافكار المغلوطه هن عم ينظروا لها للمجتمعات الطويل اللي هي سابقتهم بالمسير الحضاري، فهن عمليا عم يعملوا مثل المثل السوري اللي بيقول يلي ما بيطول العنب بيقول عنه حصره. يعني هن ما بدهم يروحوا لهنيك ولا يتعبوا حالهم، فاخي نحن بنقعد بوضعنا البائس بوضعنا السيء وكذا، وبنصير بنلاقي كل السلبيات بهدول المجتمعات الاكثر تطورا. وانا ما عم اقول ابدا انه المجتمعات حتى الاسكندنافيه ما في عندها سلبيات، انا ولا مره قلت هيك، لانه يعني دائما وقت تكون انا عم بحكي بهذا النفس تجيني تعليقات انه الناس تقول لك اخي انت متاخد بالمجتمع الغربي، وانت لا يا حبيبي مو هيك، انا بنظر بموضوعيه كل الامور، بس ما فيني كون بيتي من ازاز وعم حاجر العالم مثلا، ما فيني يكون بيتي عم ينهار تماما اللي عم يصير وقت اللي انا بدي اقعد انتقد المجتمع الاسكندنافي، مثل اذا انا قاعد ببيت لبن عمره 300 400 سنه منهار تماما والسقف تبعه مايل ورافعينه بخشب وبكذا وعم يشر علي مي المطر، وعم بتطلع اقول لك شايف جارنا هداك اللي عنده فيلا، شايفه يا جان عنده شباك مكسور، هي العمى شباكه مكسور ما انتم تماما بدكم تحطوني بهذا الموقف اذا بدي اقعد انا انتقد المجتمع الاسكندنافي. اكيد بالاول بدي اترك شباكه المكسور، خليني يصير عندي فيلا مثل تبعه بالاول، بعدين بنفكر لنعمل شباك مو مكسور مثل الشباك تبعه. ف نحن لازم نشتغل على هي القصه، هذا الموضوع اللي لازم يوعاله الناس. انا كديفيد مع انه صار لي زمان بعيد عن المجتمعات الناطقه بالعربيه، بس يعني من اللي عم شوفه بالفيديوهات وكذا على الانترنت يعني شيء مزعج جدا بصراحة. يعني كل ما بشوف فيديو بيحسسني انه الامل شبه معدوم، فبفضل اني ما اتفرج على اي فيديو على هذا. فكرة ديفيد، يعني هي وجه السحارة اللي موجودين على اليوتيوب والنت، صدقا هدول وجه السحارة. يعني على كل حال ديفيد، أنا أشكرك حبيبي جزيل الشكر، لبيت الدعوة، وأتمنى مثل ما قلت سابقا إنه أصدقائنا يقدروا شيء اسمه مثقف بكل معنى الكلمة. أتمنى بس إذا مواضيع ما بيعرفوها أو أول مرة بيسمعوا فيها أو يبحثوا، يا أخي على أساس نحن التنويريين أو العلمانيين وتيفر، يعني نحن
هدفنا البحث، اتمنى تبحثوا، يعني ما هو عيب انسان ما يعرف، ولكن العيب انه يلف اجر على اجر ويعطي احكام يعني لم ينزل الله من بسلطان، كيف يسموه هاي. على كل حال ديفيد حبيبي، كلمه اخيره بتحب تقولها بهالحلقه، تفضل. كلمة أخيرة بضوء الـ يعني هي القصة اللي شوي يعني خلتنا نتضايق. أنا أرفض، أنا كديفيد أرفض أني أنا أكون مصدر معلوماتكم. أنا أرفض هذا الشيء، أنا أرفض أنه أنتوا تعتبروني قاعدين لافين رجل على رجل. وأخي يلا نستنى ديفيد ليشرح لنا التطور، يشرح لنا كذا ويشرح لنا كذا ويشرح لنا كذا. أولا يستحيل، مو بس على ديفيد، على أي حدا. يمكن في إذا عندك مثلا هيئة إعلامية كاملة تحسن تضغط لك مثلا ببرنامج وثائقي معين فكرة متكاملة، بس سوري منك يعني أنا قاعد لحالي ما فيني، لا عندي الوقت ولا عندي القدرة على أني أقعد أشتغل لكم هذا الموضوع. إذا بدي أشرح لك فكرة معينة، أي فكرة إن كانت، هي الفكرة بدها تأخذ مني ساعات طويلة. وأي شخص من الأشخاص اللي بيعرفني شخصيا وصار في قعدات وحوارات طويلة بيناتنا بيعرف تماما ما أقول. جان أنا من الأشخاص يلي صار معي كتير من المرات انه اقعد مع شخص نحكي لمدة 12 ساعة نون ستوب، 12 ساعة قاعدين وعم نشرب قهوة وندخن واشرح اشرح اشرح، وفيني حالة انه انا مثل ارسطو طاليس بوقف وبتمشى وانا عم بشرح، ما بحب ضل قاعد على الكرسي. فهلا انتم لبكيني وانا قاعد لمدة ساعة كاملة. صدقا يا جان اللي بيعرفني شخصيا بيعرف انه انا عم بحكي كلام صح، لاشرح فكرة معينة متكاملة شخصية بالكامل 12 ساعة، وبعدين منكون فرطنا من التعب، يعني منكون قاعدين من الساعة 8 بالليل لتاني يوم 8 الصبح انه ايش العالم عم تروح على شغلة ولحنا لسه عم نحكي. هي المشكلة، المشكلة جان انه المعارف الانسانية مترابطة جدا. الافكار العلمية نفسها، فيني اشرح لك فكرة علمية بسيطة بنص ساعة بساعة بعشر دقائق، فكرة علمية مبسطة نحكي يا وخلصنا انت، بس وقت بدي احكي لك موضوع ضخم كامل ما فيني اجمع لك يا بس. يعني اذا في كتاب واحد مثلا، كتاب اسمه كتاب ديفيد بوس اللي اسمه العلم النفس التطوري، علم النفس التطوري كتاب واحد لديفيد بوس مقرر جامعي بعلم النفس، موجود على الانترنت PDF ببلاش باللغة العربية، الكتاب من 1000 صفحة، كتاب واحد عم يحكي فيه مبادئ، وبهذا الكتاب مستشهد بمئات الكتب الأخرى اللي لازم ترجع لها لتقراها لحتى تفهم النظرية. يعني هو بيحط لك يعني بيقول لك نظرية هاملتون اللي قالها بالكتاب الفلاني كذا كذا كذا، ويضلوا ماشي بالموضوع، يعني بدك ترجع تقرأ كتاب هاملتون الفلاني لتفهم نظريته، وأخذ منه الكتاب 1000 صفحة. كتاب نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي تم كونه هذا موضوعنا تبع الماضي، كتاب داروين نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي ترجم للعربية ب3 مجلدات. أي ساعة بدي أشرح لك 3 مجلدات اللي قال داروين لحاله ناهيك عن كل المباحث العلمية اللي من أيام داروين لليوم، لأجي أشرحها لهذا الشخص يلي قاعد وصفن بالقصة وطلع معه أنه ديل الطاووس كبير لحتى يخوف الأعداء مثلا. يعني أنه بالله عليك يعني لأنت أنا بساعة لحلحق أشرح لك. طول بالك ديفيد، على فكرة مصدر المعلومات هاي في تعليق اجا بس انا نسيته وكنت اذكر لك اياه، يعني كنت حاطط انه اذكر لك اياه بس جد نسيته. في شخص ما بعرف اسمه، ما تذكر اسمه، قال ما هي امكانياتك العلميه مثلا، او خلينا شهاداتك حتى نخليك مصدر لمعلوماتنا. يعني يا جماعه متى ديفيد قال انه خذوا معلوماتكم عني، او متى اي شخص يعني، هل من المعقول في عقل يقبل اذا انت قارئ وانت اي شيء، هل من المعقول انك تاخذ مصدر معلومات من شخص يتكلم مثلا على اليوتيوب، او شخص يتكلم هون، ولا في مصادر في جامعات، في دراسات مثلا مثل ما بقولوا دراسات رسميه تقوم بها جامعات وتضع ختومه
الختم من كذا مركز علمي حتى يصير مصدر معلومة حقيقية أو معلومة ممكن تثق فيها. ما تيجي تاخذ معلومة مني أنا ولا من ديفيد ولا من فلان ولا من علان، احتمال بكل بساطة يعني واحد ينسى رقم مثلا، يعني شو هالشغلة العظيمة، أو يفكرها رقم 62 يفكر رقم 6، بصير مع كلياتنا. صحيح. شوف جان، شوف جان حبيبي، أنا وضحت هاي النقطة كمان بالقناة تبعي، إنه في فرق ما بين شخص مثقف موسوعي هاوي وما بين شخص مهني، طبيب، مهندس، أستاذ، كذا كذا. هذا مهني غير المثقف. ومع ذلك أنا مثل ما قلت قبل شوي، أنا مو شغلتي إني أعطي معلومات إلا وقت أنا بعمل سلسلة كاملة بقى وبدي أشرح فيها الموضوع وكذا. إذا قررت أعمل هذا الشيء بسلسلة متكاملة، هون حقك تجي وتقول لي أخي أنا رح أستفيد من معلوماتك، وحقك تسألني هل أنت مؤهل ولا مالك مؤهل. ومع ذلك أنا كل أملي بهذا بالشيء اللي عم بعمله، وهذا الشيء اللي عم حاول ساويه بصراحة، إنه أنا حفز الأشخاص أني أنا أعطيهم أفكار، أعطيهم معلومات تثير عندهم حس التساؤل، مو ليسلخني سؤال وتعليق بعد منا على الفيسبوك، لا، لحتى يقعد هو يدور ويبحث وكذا ليفهم هي النقطة اللي ديفيد قالها، مثل موضوع الذرات اللي حكيت عنه قبل شوي. عم بشتغل على كتاب ما بعرف إمتى بخلصه لأنشره، اتبعت هذا الأسلوب كتير، إني زدت عم زدت فيه معلومات متفرقة أثناء كتابتي بمختلف المناحي، مو لأنه أنا بدي أعطيك معلومات، لأنه هذا الكتاب تبعي مو ليعطيك معلومات، أنا عم بزدهم لحتى خليك أنت متحفز. عم حط لك مراجع بآخر الكتاب. هلا أنا مالي مطالب أعطيك مراجع ونحن عم ندردش، لكن بكتابي بعطيك مراجع وخليك تروح تدور وتبحث فيها. إذا أنا أحسنت خليك يصير عندك هذا الحافز، لأنه هذا الجانب اللي نحن يعني بينقصنا، مثل ما قلت لك قبل شوي، يعني مخك ما لحاله رح يعرف انه في شغله لازم يتعلمها. مثل ما قلت لي انت قبل هالمره، مثلا الانتقاء الجنسي مثلا، ما كان خاطر لك انه في هي الفكره بالاساس، بس انه سمعت عنها، خلينا نحكي وندور ونشوف. وانت شو قلت لي؟ بعت لي كتب لاقرا بموضوع الانتقاء الجنسي. هذا اللي بدي اياه، هذا اللي بدي الناس تسمعه، وقت يسمعوا افكار غريبه من ديفيد. ديفيد عم يزت لك اياها ورايح يشوف شغله. انت لازم يصير في عندك نوع من الكيوريوسيتي او الفضول براسك لانك تروح وتبحث وتدور. وراجع ورا ديفيد، وانا بقولها للكل قبل ما تكتب لي تعليق، راجع ودور بالابحاث بالمصادر. وقت بتلاقي ديفيد عم يقول كلام غلط، تعال لا عيني وقول ديفيد قال كلام غلط. وصارت مره واحده بتسجيلاتنا معك، مره قلت فيها انه اينشتاين، حكيت عن النسبيه وقلت انه لبعدين لاثبتت واخذ اينشتاين جائزه نوبل عليها، اجاني تعليقين وقالوا لي لا يا ديفيد، اينشتاين ما اخذ نوبل عن النسبيه. وقلت لهم شكرا للتصحيح، ما فيها شيء، ما انا انسان وبخطأ. كويس، اما تيجي وتعطيني هي الديباجات اللي بلا طعمه، يعني فببساطه يعني انا ما لها قيمه. وشكرا لهي الحلقه، وبتمنى ما كنت اثقلت عليكم. أشكرك جزيل الشكر أخوي ديفيد، وآسف كثير أخذنا من وقتك زيادة عن المطلوب صراحة، وكان ساعة صار ساعة وربع، ساعة وثلث تقريبا يعني، فبدك تعذرنا نحن أقل شيء يعني، أقول أنت كريم ونحن نستاهل يعني. على كل حال أصدقائي، طبعا بكرة في عنا حلقة، أنا بالفيسبوك امبارحة قصدي من يومين قلت طالع لعند الله زيارة، وطلعت انا وشفت الله وحكيت معه طبعا ودردشنا، وبكره انا راح اعمل حلقه كامله عن زيارتي لله، ولنشوف طبعا كثير ما بعرف شايفك عم تضحك ديفيد. لا بس أثارت فضولي أتخيل يعني شو الحوار اللي صار. كل حال في كثير اصدقاء طلبوا مني يعني اوصل رسائل، وكاني صرت رسولا، لا انا لا لست رسولا، لكن احتمال اكون خليفه الله يعني على الارض. هو يعني بصراحه هو وكلني مهمه خلافه الله على الارض، وهذا حلم كان عندي انه اتم خليفه الله على الارض، فهو وكلني اكون خليفه. على كل حال يعني هو شرح لي كثير وتحاكينا كثير ودردشنا، وبساط احمدي كان بيناتنا، ما في اي مثل ما بقولوا اي رسميات بيني وبين الله،
ورسائلكم كلها وصلتها لله وجاوب عليها، وأتمنى حلقة واحدة تكفي. إذا ما كفت حلقة واحدة راح نسوي حلقتين على لقائي مع الله. على كل حال أنا أشكرك جزيل الشكر حبيبنا ديفيد، وأشكركم أصدقائي، وأشوفكم بكرة في لقائنا مع الله لنشوف إيش بده يطلع معنا. أشكرك ديفيد. تشكر يا حبيبي، تصبح على خير. إلى اللقاء. إلى اللقاء.